السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غدا نحضر لكم رز بالخضر. كنحتاجو فيه بصله صغيره مقطعه، فلفله خضراء، خيزوه مقطعه، قرعه خضراء كورجيت، فلفله حمراء، صدر دجاج على حساب. كنحتاجو فيه سكينجبير، الملحه، نص دامه، دامه البنه معروفه، نص معلقه ديال الخرقوم بلدي، 4 معالق البزار، معلقه صغيره الزبده، زلافه ديال الرز كلاصي بيض ومغسول، رز كلاصي بيض. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. تنديرو كاسرونه فيها الزيت، زيت الروميه، تنديرو الزبده، تنخليو الزيت والزبده يذوبوا شويه، دابا غنديروا البصله هي الاولى. نديروا عليها الدجاج، صدر ديال الدجاج مقطع صغير، ديروا الملحه، بعد ما يتقلى واحد شويه صدر البصله والملحه، من بعد ما نزلت البصله تقلات مزيان هي الدجاج فهي. دابا غادي نزيدو عليها الخيزو، نزيدو المقادير كاملين. يتشحر لينا السي. دابا غادي نزيدو العطريه الاخرى، دابا غنحلو شويه ديال الكينه. التوابل كاملين دابا غنحركو مزيان، نخلطو. دابا غادي نديرو، عندنا زلافه ديال الرز، غنديرو 3 سلايف ديال الماء، نديرو الرز هو الاول على هادشي. نحركو الرز حتى هو غنزيدو 3 سلايف ديال الماء، الأولى، الثانية، ثلاثة. دابا غادي نخليو نسدو عليه ونخليوه يطيب. دابا نغطيو الرز ديالنا ونخليوه حتى يطيب. من بعد ما طاب لينا الرز ها هو دابا حطينا في الطبسيل. أكلة كتجي سهلة في التحضير، ما تطلبش لينا الوقت بزاف، جربوها. عجبكم الفيديو ما تنسوا ديروا لي لايك واشتركوا في القناة ديالي، وشكرا على المتابعة.